إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت، ما قصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصة الدجال وما يكون من الخطوب في آخر الزمان. والفقرة الأولى من فقرات حديث أبي أمامة رضي الله عنه هي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا القدر من حديثه أنه لم تشهد ولن تشهد الأرض قط فتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. وهذه الفقرة من حديث أبي أمامة لها شواهد أخرج بعضها الإمام مسلم في صحيحه عن هشام بن عامر مرفوعا بلفظ: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وفي رواية: فتنة أكبر من فتنة الدجال. ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أو كما في الرواية الأخرى: فتنة أكبر من فتنة الدجال. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه. وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط برجال ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضر، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد قلت فيه قولا لم يقله أحد قبلي، إنه آدم جعد ممسوح عين اليسار. الآدم شديد السمرة الذي هو أقرب إلى السواد. وفي وصف الدجال في الأحاديث الصحيحة أيضا أنه أزهر وأنه أبيض، والجمع بين الأزهر والأبيض أنه أبيض مشرب بحمرة. فاختلاف هذه الصفات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة، ليس فيه شيء. وهذه الألوان بعضها قريب من بعض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعد، وهو شديد جعودة الشعر، ممسوح عين اليسار، على عينه ظفرة غليظة، وهي لحمة تنبت عند موق العين وقد تمتد إلى سواد العين فتغطيه. وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويقول: أنا ربكم، يدعي الربوبية والإلهية. فمن قال ربي الله فلا فتنة عليه، ومن قال أنت ربي، يعني من قال للدجال هذا القول، فقد افتتن. يلبث فيكم ما شاء الله، ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، يعني يكون على ملة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو نبي، أي عيسى عليه السلام، نبي وصحابي في آن أيضا.
لأنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج، ولقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإسراء في بيت المقدس عندما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنبياء والمرسلين، فهو صحابي لهذا اللقاء، وهو نبي من أولي العزم من الرسل كما بيّن ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، إماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال. الفقرة التي معنا وهي أول فقرة من حديث أبي أمامة أنه ليس على ظهر الأرض من فتنة ما كانت ولم تكون هي أعظم من فتنة المسيح الدجال، فهذه شواهد لهذا القدر من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه: إن الدجال أعور العين الشمال، عليها ظفرة غليظة قطعة من اللحم تمتد من جانب العين وقد تغطي سواد العين، مكتوب بين عينيه كافر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن حبان يقول: إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال، يعني تذل وتخضع وتكون قليلة ويسيرة ولا شأن لها ولا قيمة بجوار فتنة الدجال. ففتنة الدجال هي أعظم فتنة تراها الأرض منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق. الفقرة الثانية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، لم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا ولم ينبئ نبيا إلا وحذر هذا الرسول وذاك النبي من فتنة الدجال أمته، حذر أمته من فتنة الدجال. أخرج عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلموا يعني اعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وقلنا إن الإمام النووي عليه الرحمة قد جمع بين الاختلاف في الروايات في العور الذي يلحق العين، هل هي اليسرى أو اليمنى، بأن العور في أصل اللغة هو العين، فإذا ما لحق العين العين سواء كانت مسيحة أو كانت عوراء على أصل العور كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية، وفي رواية كأن عينه عنبة طافئة يعني مطموسة النور. فهذا الجمع كما ترى جمع حسن بين هذه الروايات الثابتة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم. الفقرة الثالثة في حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أخرج مسلم رحمه الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر حديثا في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. آخر المساجد التي تبنيها الأنبياء، لأنه لا نبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الشيخين وأحمد لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. الفقرة فيها جزئان، الجزء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء، وما مر شواهد على هذا الجزء من تلك الفقرة، وأيضا هو مواطئ لذات اللفظ أنا آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من هذه الفقرة: وأنتم آخر الأمم. شاهده حديث ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية؟ فنحن الآخرون الأول، أول من يحاسب. هذه كرامة لهذه الأمة من الله تبارك وتعالى، وهي الأمة المرحومة، لأن اللبث والبقاء في الموقف لفصل الخطاب أمر شديد جدا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث الشفاعة، أن الناس من شدة الكرب في الموقف يقولون: منها هنا ولو إلى النار، يذهبون إلى الأنبياء من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، من أجل أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى للبدء في فصل القضية. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون الأول. وفي حديث أخرجه الدارمي وأحمد عن معاوية ابن حيدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. وهذا إسناد حسن. وأما قوله في حديث أبي أمامة: وهو خارج فيكم لا محالة، يعني المسيح الدجال خارج في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وهذه الأمة آخر الأمم، والأنبياء جميعا حذروا أقوامهم من المسيح الدجال. وإذا فلا بد من أن يخرج المسيح الدجال في هذه الأمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: وهو خارج فيكم لا محالة. ليس لها شاهد من لفظها، ولكن أقرب شيء إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقة قبل المشرق. حدد الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل الموضع الذي يخرج منه الدجال، هو خراسان إلى جهة الشرق، ويخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه جملة عظيمة وآلاف مؤلفة من اليهود. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج في زمن اختلاف الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، فيبقى المؤمنون شدة شديدة، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء فيؤم الناس. الظاهر الذي يفهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل يؤم الناس، فيكون أمه للناس بمجرد نزوله من السماء، ولكن الحق أن هذا في بيت المقدس، وأما في دمشق في أول نزوله فإنه يأتم بالمهدي عليهما السلام.
فهذا كما ترى موضع آخر يذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإمامة عيسى لهذه الأمة بعد أن يكون هو مأموما وراء المهدي عندما ينزل، ثم يرفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله المسيح الدجال وظهر المسلمون، يعني وغلب المسلمون، فأحلف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا القاسم الصادق المصبوغ قال: إنه لحق، وأما إنه قريب، فكل ما هو آت قريب. هذا كلام أبي هريرة رضوان الله عليه، وهذا إسناد جيد كما قال الحافظ رحمة الله عليه. يعني الأحاديث المصرحة بخروجه كثيرة، وجملة منها في الصحيح بل في الصحيحين. الفقرة التي بعد ذلك من حديث أبي أمامة قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. لهذه الفقرة شواهد كثيرة جدا، منها حديث النواس ابن سمعان أو ابن سمعان بكسر السين المهملة وبفتحها، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. خفض فيه يعني حقر من شأنه، لأنه أعور ممسوح العين، ولأنه هين على الله تبارك وتعالى، ولأنه يقتل بعد ذلك، ولأنه أفحج إلى غير ذلك. خفض فيه ورفع، وأما رفع فعظم وفخم من شأن فتنته، كما مر ذكر ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني ظنناه قريبا زمانا ومكانا، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخوف من أخاف بمعنى خوف، غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم، أو غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم. يقول: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني كل إنسان يجادل عن نفسه، وأما إذا خرج والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا في الحياة فإنه هو يحاج ويدافع عن المؤمنين والمؤمنات. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله خليفتي على كل مسلم. ثم وصفه فقال: إنه شاب قطط. شاب قطط يعني شديد جعودة شعر الرأس، عينه طافئة ذاهبة النور ليس فيها بريق، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. يعني من ضمن الأسباب التي تدفع بها فتنة المسيح الدجال أن يقرأ المرء عليه إذا لقيه فواتح سورة الكهف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، والخلة هي الطريق بين البلدين، يخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يظهر خروجه في طريق بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، والعيث هو الفساد أو أشد الفساد، يعني يفسد يمينا ويفسد شمالا، لا يدع شيئا إلا أفسده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يعني إذا كان ذلك فاثبتوا عباد الله. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض، ما المدة التي يظل فيها المسيح الدجال في الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 يوما، يوم كسنة،
ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نحن نصلي في كل يوم خمس صلوات، وبين كل صلاة وصلاة ما هو معلوم من تلك العلائم والدلالات التي جعلها الله تبارك وتعالى في كونه ظاهرة لا تخفى على أحد ولا يستطيع أحد أن يطمسها. أما إذا صار اليوم سنة، يوم كسنة في الطول، أيكفي أن نصلي فيه خمس صلوات؟ فنصلي الصبح مثلا ثم ننتظر الظهر، إذا ما تكبدت الشمس السماء فكانت في وسط السماء كما هو معلوم في وقت صلاة الظهر، فنظل مثلا أربعة أشهر لا نصلي بعد صلاة الصبح حتى يحين حين الظهر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكم مخصوص لذلك اليوم شرعه لنا مبلغ الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لا أقدروا له قدره، أقدروا لذلك الزمان قدره. فلا ننتظر إذا كان ذلك كذلك أن يحين حين صلاة الظهر بعد أربعة أشهر مثلا على حسب المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نقدر له قدره. وفي هذا دلالة كما هو ظاهر على شدة حرص أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العلم وعلى ما ينفعهم وعلى الصلاة والعبادة لله تبارك وتعالى، لأن الذي يشغلهم ها هنا فسألوا عنه هو هذا، هذا اليوم الذي هو كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم. انظر إلى حرصهم على هذه العبادة الجليلة، قال: لا أقدر له قدرا. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح سارحتهم أطول ما كانت ذرا. الذرة جمع ذروة، وهي الأعالي والأسنمة. تروح سارحتهم يعني الماشية التي تسرح في أرض الله، تروح أطول ما كانت ذرا يعني ترجع الرواح والعودة آخر النهار. وأسبغه ضروعا، أطوله ضروعا، وأسبغه ضروعا لكثرة اللبن، وأمده خواصرا لكثرة امتلائها من الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أصابهم المحل وهو الجدب والقحط، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل ذكور النحل أو جماعة النحل. يمر بالخريبة يقول: أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز تتبعه كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، أو إن شئت الفتح فذلك جزلتين رمية الغرض. الجزل المشهور الفتح كان القطعة، يقطعه بالسيف قطعتين. رمية الغرض يعني يجعل بين الجزلتين مقدار رمية، يشقه نصفين ويجعل كأنه هدف، يجعله كأنه هدف بين القطعتين عندما يشقه بالطول قطعتين. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، هذا المقتول يقوم مرة أخرى يتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، يعني ينزل لابسا ثوبين معصفرين مصبوغين بالزعفران بالورس، وهو الزعفران أيضا. فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطر
يعني نزل الماء قطرا من رأسه، وإذا رفعه إذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، حبات من الفضة ينزل منه هذا الماء قطرات كحبات اللؤلؤ، جمان كاللؤلؤ حبات من الفضة. فلا يحل، يعني لا يمكن ولا يقع، وهو حق واجب، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفس المسيح ابن مريم ينتهي حيث ينتهي طرفه على مد البصر. ولا يحل يعني لا يكون أبدا لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطلبه يعني يطلب المسيح عيسى ابن مريم مسيح الهدى، المسيح الدجال مسيح الضلالة، حتى يدركه بباب لد فيقتله. هي بلدة قريبة من بيت المقدس عند بلدة الرملة، بيت أو باب لد ببيت المقدس فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم، قوم يأتي إلى عيسى عليه السلام، قوم قد عصمهم الله منه يعني من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يمسح عن وجوههم مسحا حقيقيا برا وبركة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد، تثنية يد لا طاقة ولا قوة بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ضمهم واجعلهم واجعل لهم حرزا إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب هو النشز، يعني المكان المرتفع من الأرض، من كل موضع مرتفع يخرجون ينتشرون، ينسلون يعني يمشون مسرعين، كما قال الله تبارك وتعالى، وهم من كل حدب، من كل ربوة، من كل رابية، من كل نشز من الأرض مرتفع ينسلون، يعني يخرجون يمشون مسرعين. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني أوائلهم يشربون ماء البحيرة، فإذا أتى أواخرهم يقولون كان هاهنا ماء ولكن شربه أوائلهم. خلق لا يعلم عددهم إلا الله، ولذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى ومن كان معه من المؤمنين أو يكون معه من المؤمنين أن يحرز ويجعل حرزا لعباده المؤمنين عند الطور، فحرز عبادي إلى الطور، لأن الله تبارك وتعالى أخرج خلقا يعني يأجوج ومأجوج لا قبل لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد مواجهتهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، يضيق عليهم، يحصرون إلى الحصر، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. أيام النبي صلى الله عليه وسلم 100 دينار، والدينار من الذهب ثروة لا يمكن أن تتصورها الآن، كالملايين اليوم وأكثر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحصر، في هذا الحصر الذي يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يدعون الله تبارك وتعالى، فيرسل الله عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، دود يكون في أنوف الإبل والغنم، يرسل الله تبارك وتعالى عليهم هذا الداء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وتخرج في رقبة كل واحد منهم غدة، فيصبحون فرسا يعني قتلى جمع فريس، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. يقدر الله تبارك وتعالى على هذا العدد الهائل الذي لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى، لا يكون في الأرض خضراء ولا ماء، يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النغف في رقابهم، فتخرج في الرقاب غدد كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر.
ويموتون إذ يصبحون فرسا، يعني هلك قتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض بعدما أمره الله تبارك وتعالى أن يحرزهم إلى الطور، ينزلون إلى الأرض. ولكن هنا مشكلة، هذه الجثث ماذا يصنع بها؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يجدون بعد النزول، بعد الهبوط، يعني بعد أن ينزل عيسى ومن معه إلى الأرض ويهبطون، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فأين يعيشون؟ الأرض أصبحت ممتلئة بجثث هؤلاء وقد أنتنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في الأرض، لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. ونتنهم، الزهم الدسم، هذه الجثث العظيمة الكثيرة العدد العظيمة الخلقة أيضا عندما تموت وتنتفخ يملأ الأرض دسمها ونتنها. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت جمع بختية، وهي الإبل الخراسيانية، جمال طوال الأعناق، فتحملهم، تأتي طير يرسلها الله تبارك وتعالى لا يعلم عددها إلا الله، فتأتي بهذا الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، تحمل الجثث فتحملهم فتطرحهم. أي الأرض قد امتلأت، ولكن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. تأتي هذه الطيور، يأتي الطير فيحمل هذه الجثث فتطرحهم حيث شاء الله، ولكن ما زال هناك رائحة وما زالت هنالك بقايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا، ينزل المطر، لا يكن منه، يعني لا يمنع منه، بيت مدر ولا وبر. المدر الطين الصلب، لا يكن يعني لا يمنع منه، فيكون كنا، يعني من نزول هذا الماء بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة هي المرآة المصقولة النقية، وفي رواية كالزلقة، يعني الأرض التي ينزلق عليها القدم ولا يثبت، حتى يتركها، ينزل المطر يمسح وجه الأرض ويطهرها، حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة، يعني الجماعة، من الرمانة، من رمانة واحدة، يأكل الجماعة الكثيرون من الناس من رمانة واحدة، وليس هذا فحسب، وإنما ويستظلون بقحفها، يعني بقشرة الرمانة، بعد أن يقشروا عنها قشرتها ويأكلوا ما فيها، إذا جاءت حرارة الشمس يستظلون كالقبة، يدخلون تحت قشرة الرمانة كما يدخل الناس تحت القبة، ويستظلون بقحفها. ويغارك في الرسل، في اللبن، حتى إن اللقحة، هي قريبة العهد بالولادة من الإبل، لتكفي الفئام من الناس، يعني الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة، يعني الجماعة من الأقارب، العدد يضيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القريبة عهد بولادة من الإبل تكفي الفئام من الناس، الجماعة الكثيرة، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذة من الناس، مجموعة من الأقارب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، تأتي الريح الطيبة تأخذهم تحت آباطهم، فتقبض تلك الريح الطيبة روح كل مؤمن وكل مسلم، كأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى يذهب الخير من الأرض جملة.
فتقبض تلك الريح الطيبة روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر. يبقى في الأرض شرار الناس يتهارجون، يعني يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كالحمير من غير ما حياء ولا استتار، يتهارجون فيها في الأرض تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والآجري في الشريعة وابن منده في الإيمان وابن عساكر وغيرهم، حديث ثابت صحيح. عائشة رضوان الله عليها تسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر الدجال، تنفعل وجدانيا. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول وهي تبكي، فقال كما قالت: قال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت، ذكرت الدجال فبكيت. قالت: يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت من هذا الهول الذي مر ذكر طرف منه، ذكرت الدجال فبكيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يخرج الدجال وأنا حي أكفيكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية أصبهان. اليهود في أصبهان سيكونون كثيرين، وهذه علامة من تلك العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه أشرار أهلها حتى يأتي فلسطين باب لد منها تحديدا كما ذكر في الحديث الذي مر، فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماما عدلا وحكما مقسطا، حتى يأتي فلسطين باب لد، ينزل باب لد، فلسطين باب لد، هذا بدل بعض من كل، حتى يأتي فلسطين باب لد، فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. حديث صحيح أخرجه ابن حبان وأحمد وكذا عبد الله ابن أحمد في السنة وابن منده وغيرهم. أم سلمة رضوان الله عليها تحكي شيئا قريبا مما وجدته عائشة، تقول رضي الله عنها: ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، والنبي حاضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فقال: لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي، وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. إنه يمشي في الأرض، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، وأما هذا فخلق من خلق الله يمشي في الأرض، وأما الإله الخلاق الرزاق العظيم فإن الأرض والسماء له سبحانه. ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. هذا الحديث صحيح وهو على شرط مسلم عليه الرحمة، أخرجه الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه أن الدجال عقيم لا يولد له، قال: إن الدجال عقيم لا يولد له. وهذه سنحتاجها في التفرقة بين الدجال الأعظم وابن صياد، لأن ابن صياد وكان كاهنا أو كان ساحرا، وهو أمر مشكل عند علمائنا عليهم الرحمة، هذا اليهودي الذي كان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتبه الأمر أمره
على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأصحاب، فهذه علامة من العلامات. أما مسيح الضلالة المسيح الدجال الدجال الأكبر فإنه عقيم لا يولد له، وهذه الحجة استغلها ابن صياد وهو يرد على الأصحاب رضوان الله عليهم، عقيم لا يولد له. وصفاته فيها نقص كبير، فكيف يصح لهذا المخلوق الضعيف دعوى الربوبية؟ هو يدعي أنه رب الناس، ورب الناس لا يرى في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، كما في صحيح مسلم. يعني لا أحد يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإنما يرى الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. آمين. ثم هذا الدجال غير سوي الخلقة، فيه عيوب لا تخفى منها عوره. الله تبارك وتعالى هو صاحب الكمالات كلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وسلم. وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، ومر أيضا في الحديث الذي ثبت أنه أعور العين اليسرى. وقلنا إن الإمام النووي رحمة الله عليه جمع بين هذه الروايات، وغيره يقول بل نأخذ بما هو متفق عليه من أنه أعور عين اليمنى. له أيضا صفات معيبة، فلا يمكن أن يشتبه أمره على أحد. آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من إيمان. أفحج، والفحج تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، وقيل تداني يعني تقارب صدور القدمين وتباعد العقبين، هذا عيب ظاهر أيضا. وقيل إن أفحج يعني في رجله عوجاج، هذا عيب أيضا. فكيف يكون ربا وكيف يكون إلها وفيه هذا الخلل الظاهر؟ يعني هذه أشياء جعلها الله تبارك وتعالى علامات فارقة حتى لا يكون لأحد عذر. وصدق ابن العربي رحمه الله المعرفة، وأما ابن عربي النكرة فنكرة. يقول ابن العربي: في اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه. مراد ابن العربي أنه لو كان ربا، لو كان المسيح الدجال ربا لأزال النقص الذي في نفسه ولكان على الكمال، فعدم إزالته دليل على أنه مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. بل لو كان ربا، حاشا لله ولا إله إلا هو، ما كان فيه نقص بدءا، لا أن يوجد فيه النقص ثم يكون هو عند الاستدلال عندنا يكون غير قادر على إزالته حتى يكون ربا، فلو كان ربا لأزال النقص. لو كان ربا ما وجد فيه نقص أصلا، لأن الرب كامل، ولأن الإله لا نقص فيه، وهو منزه عن جميع النقائص سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركز على كونه أعور، لأن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي، والذي لا يهتدي إلى الأدلة العقلية. وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن يدركوا أمر الدجال ويصلوا إلى حقيقة دعواه حتى ولو لم يكن أعور. الذي يمشي في الأرض ويقول إنه إله وإنه خالق وغير ذلك، وهو يحتاج إلى الأعراض، يحتاج إلى الهواء ليتنفس ويعيش، ويحتاج إلى الماء ليشرب ويعيش، ويحتاج إلى الطعام ليشرب ويعيش، فكيف يكون إلها وهو بهذا النقص في الاحتياج إلى المخلوقات؟ ولكن الذي يسبب الفتنة هو الإمكانات التي سخرها الله تبارك وتعالى لهذا المسيح الدجال، إمكانات مذهلة تفتن الناس فتنة عظيمة. من ذلك سرعة انتقاله في الأرض، لا يبقى في الأرض موضع إلا ويغشاه الدجال إلا مكة والمدينة. في حديث النواس ابن سمعان
في صحيح مسلم، وقد مر الحديث في إسراع الدجال في الأرض كالغيث استدبرته الريح. وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال الأعور سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من بلد إلا سيدخله الدجال ويطأه الدجال ويستخرج كنوزه تتبعه تلك الكنوز من الخرابات كما اليعاسيب. وفي حديث أبي أمامة الذي معنا عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئ وظهر عليه، يعني وغلب، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب، النقب الطريق بين الجبلين، من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صنفتين، يعني مشقرة، فلا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة ولا أن يغشى هذين البلدين. ولذلك من أسباب الخلوص من فتنة المسيح الدجال أن يكون الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في مكة زادها الله تبارك وتعالى تشريفا. من الإمكانات الهائلة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لهذا المسيح الدجال جنته وناره، جنته وناره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وواقع الأمر ليس كما يبدو رأي العين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، والحقيقة أن الذي يرونه ماء باردا ما هو إلا نار. في صحيح مسلم عن حذيفة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا كما روى حذيفة رضوان الله عليه وهو عند مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني من الدجال نفسه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد، يعني أحد منكم هذا الهولة، إما أدركنا أحد منكم هذا الهولة ورأى الدجال ومعه الجنة والنار ومعه النهران يجريان، فإما أدركنا أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليغمض أحدكم وليأتي الذي يراه نهرا من نار ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال منه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. يقول كما في رواية مسلم: فلا تهلكوا، يعني لا تخدعنكم المظاهر، وإنما عليكم أن تبحثوا عن الحقائق. فهذا بتلبيسه يأتي بنهر في ظاهره ماء بارد، وما هو إلا نار في حقيقة الأمر. وكذلك يأتي بنهر في ظاهره نار تتأجج، وهي في حقيقتها ماء بارد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تهلكوا. وفي رواية عن حذيفة رضوان الله عليه: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه حذيفة وأخرجه مسلم. ولكن من يقوى على اجتياز هذه الفتنة؟ والمرء كما هو معلوم أعلى ما عنده من الحواس الرؤية، فإذا كان الإنسان يرى النار أمامه تتأجج فإنه قد لا يقوى
على أن يأخذ الأمر مأخذ الجد، إلا إذا كان الإيمان أعظم، فإنه حينئذ وهو مصدق بكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقع في الذي يراه نارا، فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. الناس كما هو ظاهر من هذه النصوص لا يدركون ما مع الدجال حقيقة، وأن ما يرونه لا يمثل الحقيقة بل يخالفها، ولذلك جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإذا فلا تخدعن المظاهر الآن، ولا إذا قدر الله وقضى أن نشهد فتنة الدجال، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ومن مضلات الفتن. أيضا من الأمور العظيمة التي يلبس بها الدجال ومن الإمكانات الهائلة التي جعلها الله تبارك وتعالى فتنة لخلقه في أرضه في ذلك الزمان، منها استعانة الدجال بالشياطين. هذا المسيح الدجال، وهذا شيء لا غرابة فيه، أن الإنسان كلما تسفل كان أقرب إلى الشياطين، وكلما ارتفع وتطهر كان أقرب إلى الملائكة. الدجال يستعين بالشياطين، والشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله. حديث أبي أمامة الذي معنا فيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، لقد هلك من زمن بعيد وصار ترابا، فإن أحييتهما فأنت ربي. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، ضلال في ضلال، وخداع حسي، خداع بصري، وخداع سمعي، وهلوسات، وخيالات، وترهات، وأباطيل. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه. يقول الشيطانان: يا بني اتبعه فإنه ربك. من الذي يثبت حينئذ؟ يخرج شيطانان في صورة أبيه وأمه ويقولان متزلفين: يا بني اتبعه فإنه ربك. فهذه فتنة عظيمة وإمكاناتها هائلة جدا، بل إن الجماد والحيوان يستجيب لأمره، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النواس ابن سمعان: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، يعني مواشيهم التي تسرح أطول ما كانت ذرى أسنمة وارتفاعا، وأسبغه طروعا من كثرة اللبن، وأمده خواصر من كثرة الأكل، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين مجدبين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن من الإمكانات الهائلة التي تفتن من يشهد فتنة الدجال قتله ذلك الشاب ثم إحياءه إياه، فإنه يقتل ذلك المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه. في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، جمع نقب هو الطريق بين الجبلين، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة. السباخ جمع سبخة، الأرض التي بها ملوحة،
فهي لا تنبت، فإذا أنبتت أنبتت شيئا لا يذكر. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول المقتول ذلك العبد الصالح: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيح. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ: يخرج الدجال فيتوجه قبله، يعني ناحيته وجهته، رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، جمع مسلحة، المراقبون والحرس الذين يحملون السلاح في مراكز المراقبة عند الدجال، مسالح الدجال. فيقولون لذلك الرجل من المؤمنين: أين تعمد؟ أين تريد؟ أين تقصد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. هذا كلام بهذه الصورة فيه حط من قيمته، إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ يعني أنت تتكلم عنه بصورة غير لائقة، أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر به الدجال فيشبح، يعني يمد على بطنه فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، يعني أحدثوا به جراحا في رأسه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يقلبونه على الأرض بعد أن يشبحوا ظهرا لبطن، يجلدونه يضربونه. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ بعد هذا العذاب يقول له: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به، فيؤشر، ينشر بالمئشار، بالمنشار، من مفرقه، من وسط رأسه، حتى يفرق بين رجليه، بالمنشار طولا حتى يقع جزلتين، قطعتين. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يروح ويجيء بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ بعد أن نشر قطعتين، ثم قال: قم. فيقوم، يقول: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الإيمان وزدنا عليه ثباتا. قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، هذا العبد المؤمن الصالح يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني لا يستطيع أن يفعل هذا الذي فعله معي مع أحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل ما بين الترقوة وهي عظمة بين ثغرة النحر والعاتق، هذه العظم الممتدة، يجعل ما بين الترقوة والرقبة نحاس مسطح، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه في النار، فيحسب الناس أنما قذفه في النار، وإنما ألقي به في الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هل هو المهدي أو هو عبد صالح؟ هذا يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. أين يخرج هذا الدجال الكذاب؟ يخرج من المشرق، من بلاد فارسية
يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، كالمجن، والمجن هو الدرع، مطرقة مطروقة بالمطرقة مسطحة. ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. إذن هو أول ما يظهر، أول ما يخرج، يخرج من خراسان في بلاد فارس. وأما ظهور أمره للمسلمين ففي حديث مسلم عن النواس ابن سمعان يرفعه إنه خارج خلة بين الشام والعراق، في طريق بين الشام والعراق يخرج، يظهر أمره للمسلمين، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمكث في الأرض كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ومر الحديث بذلك الحكم المخصوص فاقدروا له قدره، كما في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه. هذا يوم يطول طولا حقيقيا، يعني لا يكون على سبيل التشبيه كسنة على سبيل التشبيه، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم عندما سألوا هل تكفيهم 5 صلوات في الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو كأسبوع، تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح سنة أو شهرا أو أسبوعا وليس مجازا اللي هو على الحقيقة. من يتبعه؟ من يتبع الدجال؟ المسيح الدجال الأعور الكذاب مسيح الضلالة هو الملك الذي تنتظره اليهود. اليهود ينتظرون مسيحا يأتي إليهم ويعلي أمرهم وشأنهم في الأرض على حسب نصوصهم المحرفة. الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال، هو الملك ابن داود كما يقولون، المسيح ابن داود، هذا هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهود ليحكموا العالم في عهده. في مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر أتباعي الدجال اليهود والنساء، اليهود والنساء. الحلية تخرج والمال يكثر وهذا يحبه النساء، فيتبعون المسيح الدجال ويسيرون وراءه في الأرض، جيش من اليهود والنساء، فأي جيش ناس وكيف يفلح؟ وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، الطيلسان ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة، قطعة من القماش تقور من منتصفها ثم يدخل الإنسان رأسه من ذلك التقوير فتكون على أعالي الجسد وربما امتدت، ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياط، عليهم الطيالسة يتبعون المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان. أبو نعيم رحمه الله يذكر أن إحدى القرى، يعني في زمانه، التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى اليهودية لأنها كانت تختص بسفلى اليهود، ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب بن زياد أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور العباسي، فسكنها المسلمون وبقيت اليهود منها قطعة، ولكن هذا كما ترى سيكون في آخر الزمان. اسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، وهم يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك، وقد كذبوا في زعمهم، بل هو مسيح الضلالات الكذاب.
وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من اليهود. يعني المسيح عيسى بن مريم مسيح الهدى سيقتل مسيح الضلالة ومعه أتباعه، يقتله وأتباعه. ويحمي الله تبارك وتعالى المدينة النبوية ومكة زادها الله شرفا، فلا يستطيع الدجال دخولها. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر أن الإيمان يأرز، يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيامة، يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات رجل، لما مات رجل بالمدينة النبوية وكان من أهلها، تأسف الرسول صلى الله عليه وسلم على موته بها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مات بأرض غريبا كتب له أثره من الموضع الذي ولد فيه إلى الموضع الذي مات فيه، فهذا يؤخذ لا على إطلاقه وإنما في إطار هذا التقييد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة يرفعه: على أنقاب المدينة، الأنقاب جمع نقب، والنقب هو الموضع بين الجبلين، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، فالمدينة محمية من الطاعون ولا الدجال، ومحمية من الدجال. وروى البخاري أيضا عن أنس يرفعه: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان من ملائكة الله تبارك وتعالى معهم السيوف صلتة مشهرة. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي هريرة: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، يريد عندما يخرج من أصبهان ثم يظهر خلة بين الشام والعراق يريد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء دبر أحد خلف أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، يعود مرة أخرى إلى الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك. وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم أيضا ولكن مفرقا في موضعين. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها، أي المدينة، إلا عليه ملائكة حافين محيطين تحرسها، فينزل السبخة، أرض فيها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا شيئا يسيرا من الشجر، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل منافق وكافر. تزلزل المدينة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاث رجفات يخرج إليه خارج المدينة، يخرج إلى الدجال من المدينة كل كافر ومنافق. وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة، حديث أبي أمامة الذي معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر. وفي رواية: عند الضريب، تصغير ضرب بوزن كتف، هو الجبل الصغير، كما في الحديث الذي يقال عند نزول المطر: اللهم على الآكام والضراب، جمع ضرب وهي الجبال الصغيرة، والضراب والأودية ومنابت الشجر. عند منقطع السبخة، الأرض التي تكون في ظهر المدينة لا زرع فيها، فتقذف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهو ما تلقيه النار من وسط الفضة والنحاس إذا ما أذيب في النار، كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، يسمى هذا اليوم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص.
قيل فأين العرب يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم يومئذ قليل. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماءه أن يعيدنا والمسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الحق واليقين حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.